قول من القائل الوهم نصف الداء والاطمئنان نصف الدواء والصبر أول خطوات الشفاء؟ والله صراحة ما عندي معلومة. عندك شاعر وعندك تهرب. ها؟ عندك مستشار وعندك تهرب. على كيفك يا خالد. الوضع عندك. قرار عندك على كيفك. نهدى يا بن جلاغم الله يطول في عمرك ويخليك ويحفظك لي. الله يرضى عليك. ما أبغى خصم يجيك بسبتي. عسى عمرك طويل يا ابن سينا. ابن سينا.